اما هلا وصلنا لمحطتنا التاليه نور، ويمكن كثير اوقات بنسمع من الامهات انه ابني بحاول يهرب من المواقف الصعبه اللي ممكن يتعرض لها، بحاول دائما يلتجئ لي ليحتمي فيني لحتى انا اتصرف بالنيابه عنه. صحيح. وهون بتشعر الام بانه طفلها عنده عدم قدره على مواجهه المواقف، اي موقف حتى يمكن خناقه بين اثنين اولاد صغار، كنا عم نحكي قديش يمكن بيكون في عنده قدره انه هو يدافع عن نفسه او يبلش حتى يتلمس خطوات شخصيته لوحده. اكيد سلمى، كثير بنسمع الامهات اليوم عم يقول لك انه طفلي شخصيته ضعيفه، ما بيقدر يدافع عن حاله، ويمكن مو يكون ضعيف الشخصيه، هي دلالات لتفاصيل اخرى، لانه الام متعوده انه لازم تشوف ابنه هو البطل اللي بيقدر يدافع عنه، في حدود حتى. صحيح. لعمل اليه الدفاع او الشخصيه القويه. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر ضيفنا بالاستديو محمود الخالد، مدرب تخصص في تربية الطفل. يسعد صباحك ورمضان صباح كريم. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد يعني صباحك. اليوم كثير اسئله بيسالها الاهل عن شخصيه طفلهم، انه يا ترى انا طفلي هل هو انطوائي ولا اجتماعي، طفلي عنيف ولا لا، طفلي هادئ طبيعي. كثير اسئله بتخطر ببال الام، شخصيته قويه ولا بده يطلع شخصيته ضعيفه. هي الاسئله ايمت لازم نبلش نجاوب عليها؟ شو العمر اللي بتقدر اساسا الام تبلش تتلمس هذا الاجابه؟ والله هلا الام او الاب لازم قبل ما يسالوا هذا السؤال، هن الاساس ببناء شخصية هذا الطفل. يعني اليوم لما أنا بدي أقول ابني شخصيته قوية أو شخصيته ضعيفة، فهي بناء على دلالات عم تظهر قدامهم، والدلالات اللي عم تظهر قدامهم هن سببها بالنهاية. ليش؟ صحيح. لأنه أنا شو بزرع بحصد. اليوم الطفل لما بدنا نقول عن طفل معين أو لا على التعيين خلينا نسميها أنه شخصيته ضعيفة، ليه؟ كيف ظهرت هاي القصة؟ هاي القصة تظهر على اما عن طريق الاب او الام اللي هن اصلا يعني وراثيا بيكونوا هن يمتلكوا شخصيه ضعيفه، او هن اصلا تصرفاتهم مع بعضهم لما بيشوف الطفل بيلقط من هو صغير، من عمر السنتين ونص ثلاثه. صحيح. ببلش الطفل يلقط لما بيشوف مثلا على سبيل المثال الطفل انه الاب عم بيعيط على الام والام ساكته، تمام كويس، فهو بالنهايه شايف انه الام شخصيتها ضعيفه ما بترد، شافهم اثنيناتهم عم تخرج شافهم عم يعيطوا. تماما هاي الفكره. يعني اليوم انت لما بيشوفوا اثنيناتهم هذا الشيء ممكن يولد له الخوف. كويس، فهو تلقائيا هذا الطفل ممكن يصير في عنده رده فعل انه انا اي شيء راح اعمله هن راح يعيطوا علي ويضربوني. فهذا الشيء بحد ذاته ممكن يولد له ضعف الشخصية ضعيفة. تمام. فاليوم لما كثرت هاي القصص، لما بشوف الاباء هن عم يتخانقوا مع بعضهم، لما انا إذا بده يحكي أي كلمة أنا بدي أمنعه من الحكي سكوت، لما أنا بدي أعمل أي شغلة تروك من إيدك مشان ما تكسرها، تمام؟ هذا الشيء رح يسبب له شو؟ رح يسبب له حالة من الانطوائية، ورح يسبب له حالة من ضعف الشخصية. ليه؟ لأنه أنت أي شيء عم تعمله عم ينقلك عليه إنه أوعك وبكسر إيدك وبدك تكسرها ويضرب. بالنهاية هذا الشيء ممكن يسبب له حالة من الخوف. كويس؟ يعني أي ردة فعل ممكن يساويها رح يولد له حتى شغلات يعني سلوكيات ثانيه، ممكن يصير يكذب. ليش؟ لانه خايف اذا حكى ممكن ينضرب، ممكن يتبهدل، ممكن يتعيط عليه، فهذا الشيء رح يصير يخليه اصلا يسكت، انطوائي، ساكت، ما بيشارك بالحديث بس بيستمع. طيب استاذ خلينا نقول شو هي فينا نقول المؤشرات اللي بتدل فعليا انه ابني ضعيف الشخصيه، لانه احيانا بيكون في مبالغه من الاهل، يعني الاهل دائما يحلموا بالمثاليه العاليه، انه انا بدي طفلي يكون قوي يدافع عن نفسه، لا، في حد فاصل بين ما يكون الطفل قوي الشخصيه وبين ما يكون مهذب مثلا، او هو فعليا عنده تربيه اخلاقيه جميله من قبل البيئه والمحيط اللي عايش فيه. تماما. هلا هي يعني هي مثل ما يسموها مؤشرات واضحه. بصراحه يعني انا لما اشوف ابني هو ما بيشارك، انطوائي، بده يعني هو يميل الى العزله، تمام، اي شيء ممكن يصير معه بيبكي، انت ما بتلحق تحكي معه شو صار معك بتلاقيه صار يبكي، طب احكي لي شو صار معك، بصير بيبكي، تمام. دائما الهروب، يعني مثلا ممكن يكون هو قاعد مع رفقاته في المدرسه، كويس، ممكن رفقاته يضربوه هو ما يرد، هو يبكي بس يشيل حاله ويمشي، تمام. عدم مشاركته بالاحاديث، تلك جلوسه بعيدا بغرفته،
يعني هاي الحالة هي أحد مؤشرات ودلالات. بس هاي مش بالعمر الصغير، يعني ما فيك تضبط ولد عمره 3 سنين إنه انطوائي بيقعد. تمام، فما بالك لما تشوفي لما تشوفيه بهذا العمر. هذا كلام كتير دقيق، لما تشوفي طفل بهذا العمر بعمر 3 سنين هو فيه هاي الصفات، فهي بالضرورة هي دلالات على شو؟ هي صحيح. على ضعف صحيح. على ضعف الشخصية. هي دلالات واضحة، بعيدا طبعا عن الحالات الطبية اللي ممكن تظهر معنا، انه مثلا بمرضى التوحد صحيح. اوكي، هو بالنهاية هو انطوائي، هو منعزل، هو ما بيشارك، يعني ما بيتفاعل مع الآخرين. طيب استاذ محمود، كمان في صفات اوقات بنلاحظها موجودة عند الأطفال واهمال معالجتها او اهمال الدخول وراء اسبابها ممكن يؤدي لتطور معين سلبي اكثر بالضرورة. مع الوقت بشخصيه الطفل، مثل انه انا لا تحكي مع طفلي هيك، انا طفلي حساس، نفسيته حساسه، بيتحسس من اي كلمه، في اسلوب معين لازم تحكي معه فيه، ما بعرف شو هي القصص كلياتها والتفاصيل اللي ما بتهيئ الطفل للمجتمع اللي ممكن يواجهه بالمقابل، اللي ما انه موجود فيه لا امه ولا ابوه رح يساعدوه ليفهم شو عم بيصير. تماما، قد ايه في مشكله بهذا الموضوع. تماما، هلا هي اهم، يعني اهم مثل ما بسموها اهم تفصيله بتفاصيل الطفل الضعيف اللي هو الدلال الزايد. الاهل لما بيجي دير بالك ابني انا ما بحب هي القصه، دير بالك لا تعمل هيك، اي شغله بدي اعملها لا هات انا بعملها عنك، انا اي شيء بدي اسويها لا 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 اطلع تلعب مع الاولاد لانه انا ما بدي اياك تختلط معاهم مشان ما تمرض. اكثر شغله ممكن تضر الطفل هو هذا الموضوع. اللي هو انه انا ابني حساس ما بيلبس اي لبس، اي ابني حساس ما بياكل اي اكل، ابني حساس ما بخليه يطلع، ابني انا داير. هذا الدلال هو احد اهم اسباب انه الطفل تطلع شخصيته ضعيفه. كثير غلط هذا الشيء، لانه بالنهايه لما راح يطلع على الروضه وراح يطلع على المدرسه هو راح ينصدم، هو اصلا لانه لعبان مع اقرانه، لانه واقع على الارض ولعبان طابه، ولانه حكيان مع حدا، هو اصلا ما عنده مهارات تواصل ليتواصل معهم، فهو ما بيعرف يحكي معهم، ما عنده يعني ما عنده هي الخشونه او هي مثل ما بيسموها هي اللي هي يعني شخصيه الطفل اللي كان عم يلعب اللي هو مندمج مع 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 اقرانه تا يقدر يتواصل معهم، فبالنهايه لما راح يطلع راح ينصدم. هذا الشيء رح يعمل له كثير حاله من الاحباط، رح يعمل له كثير حاله من الانطوائيه، لانه هو مو عارفان يتعامل مع هذا ما قدر يستكشف. تماما، ما قدر يستكشف، وهذا الخطا كثير الاهل سببه. طيب خلينا نحكي استاذ محمود، كيف فينا نتعامل؟ يعني اكتشفنا قلتوا الاهل فعليا هن بيتحملوا المسؤوليه الاكبر لما يكون في عندنا طفل وبعمر صغير، لانه بعمر صغير فيك تلاحقه تقدر فعليا تعالج هي النقطه عنده، لما يكون عنده ضعف شخصي كيف فيني انا اتعامل معه؟ والنصائح لكل الاهالي اللي عم يتابعونا فعليا كيف تكون هي المعامله؟ هلا كمان الاهل هن الاساس صحيح. يعني اليوم الاهل من وقت ما يوعى الطفل لما انا ببني معه لغه حوار، انا هون مبدئيا عم علمه كيف يتواصل، كيف يحكي. تمام، لما انا اعلمه كيف يوصل لي المعلومه، كيف يوصل لي شو صاير معه، شو بده، فانا مبدئيا عم ابني شخصيه هذا الطفل ليقدر يعبر عن مشاعره، ليقدر يعبر يوصل الفكره اللي بده اياها. هي مبدئيا. بعدين فينا نقول لازم نعلم الطفل، يعني ناخده معنا. يعني اليوم انا بطلع معه، انا اللي بطلع معه على الملاهي خليه يلعب، انا باخده معي على المشاوير بخليه يشوف قدامي، يشوف يطلع يشوف هي التفاصيل. ممكن سجله بنادي رياضي، ممكن خليه يطلع يلعب مع قرايبه، مع عارفي مثلا اقرانه اللي من عمره، خليه يندمج معهم. اليوم الاطفال لما بيلعبوا مع بعضهم اللي بيوقع واللي بيتخانق واللي بيتعايط والى اخره، خليه يكتسب هي مثل ما بيسموها هي القوه لما يجي يحكي لي يقوى عوده ويشيل نفسه. لانه بالنهايه انا حتى لو خلينا نقول بين الاطفال اللي بيلعبوا مع بعض ممكن يتعايطوا ويتضاربوا، فانت بدك تسمعه وتقول له انت شو تصرفت. تمام، انه انت ما بدي اقول انه انا بدي اعلمه كيف يضربهم، لا انا بدي اعلمه كيف يدافع عن نفسه. صحيح. تمام، لما انا بعلمه اياها ممكن اذا شفته اول مره اجا مثلا خلينا نقول كان مضروب او ثاني مره كان مضروب، فانا فيني اقول له طب شو رايك مثلا اخذه خليني سجله بلعبه رياضيه، فنون قتاليه خلينا نسميها مثلا كاراتيه، كثير الاطفال بيحبوا هي القصه، او تايكوندو او 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 هي التفاصيل. ممكن هي نوع من الالعاب
ما بدنا نقول بتعلموا العنف، لا بتعلموا الدفاع عن النفس. انا بدي اعلمه انه هاي الالعاب هي ممكن تساهم بالدفاع عن النفس. تمام، كثير تفاصيل ممكن تتصرفها الاهل لتساعد طفله لبناء شخصيته يكون هو قوي. حضور النقاش، انا السؤال لما انا بدي اساله بدي اعلمه كيف يجاوبني، ولما يحكي ما لازم اقاطعه، انا بسمعه وممكن انا اصحح له، بس اني انا اقول له خلص خلص لا اسكت، هذا الشيء هو اللي حيخليه انه ما بقى يحكي، لانه انا كل ما بدي احكي بدهم يسكتوني او بدهم يبهدلوني، لا انا بخليه يحكي وبسمعه وبناقشه، هذا الشيء رح يعطيه شخصيه قويه ليناقش لياخذ ليحاور يعني. اكيد اكيد. بدنا نتشكرك الاستاذ محمود الخالد مدرب في تربيه الطفل على وجودك معنا اليوم، ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم. ينعاد عليك بالصحه اكيد استاذ محمود، وبنتمنى الكل يكون استفاد من هاي المعلومات. شكرا لكم اكيد ان شاء الله يا رب.